ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة. كمان النهاردة في ماتش مانشستر سيتي مع ريال مدريد في إياب الدور نصف نهائي في دوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالهيئة العامة لقصور الثقافة هتنظم معرض ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير الساعة 7 بالليل بقاعة آدم حنيم بمركز الهناجر التابع لقطاع الإنتاج الثقافي بساحة دار الأوبرا المصرية. هيستمر المعرض لحد يوم الاثنين 22 مايو. النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات برنامجها للنشاط الثقافي والفكري أمسية تحت عنوان ثنائية الشعر والموسيقى للشاعر عبد العزيز جويدة، ويتخللها فقرات غنائية وموسيقية للفنان مصطفى النجدي، وده هيكون الساعة 7 بالليل بالمسرح الصغير. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراة الإياب في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، هيلتقي فيها مانشستر سيتي الإنجليزي مع ريال مدريد الأسباني الساعة 10 بالليل.